ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده احمد سانتا راع ستوك مع بروديوسر تي سموك. اوكي تي سموك، انا قريت يعني النطق بتاعي كان طلع في الاول سموك حاجه زي كده، انا قلت سموك من شويه لان انا بجرب على فكره الدخله بتاعتي. اوكي بتاعت ازيكم عاملين ايه مش عارف، دي تقريبا بجربها يعني بقولها تقريبا 5000 مره في كل فيديو، خلي بالكم كل فيديو عشان الناس اللي مفكره 3 فيديوهات في يوم واحد وبتاع اللي هو الموضوع لا، ده الانترو ذات نفسه اصلا لوحده اللي انتوا بتشوفوها دقيقه ولا، وتقريبا الناس كلها على فكره الاكترز كده او الناس اللي بتعمل فيديوهات على اليوتيوب كلهم كده على فكره، اسالوهم ايه اصعب حته يقولوا لك الانترو. في النهايه ممكن الاوترو برضو، يعني الاوترو ساعات بيبقى صعب. اوكي ما علينا، خلينا نخش. صحيح قبل ما نبدا، اللي ما يعرفنيش اتفرج على الفيديوهات القديمه هتعرفني انا بعمل رياكت على الاغاني العربي. اوكي وبالنسبه للديسكورد الناس هتطلع معايا قدام، اوكي يعني قريب، لان انا عمال اقول الناس هتطلع معايا الناس هتطلع معايا، وانا عارف ان ما حدش طلع معايا لحد دلوقتي، بس عشان انا فعلا الفتره دي مشغوله، عشان المفروض انزل المدرسه عشان الرخصه وبتاع عشان المصري، فما ينفعش ان انا هنا هو احول الرخصه المصريه للرخصه الاوروبيه. اوكي موضوع كده طويل. اوكي ممكن حد يقول لي طب ما كنت تعمل العالميه عشان انا مقيم هنا، هو معايا اقامه مدى الحياه، فما ينفعش طبعا اقامه مدى الحياه دي ما بقتش موجوده دلوقتي. اوكي يعني اقامه مدى الحياه دي الناس اللي كانت موجوده قبل كده كانت ممكن تعملها. اوكي زي الجنسيه يعتبر، اوكي اللي هو تبقى مقيم تروح اي حته في اوروبا عادي ما حدش هيقول لك بيمن. ما علينا، فطبعا ما ينفعش اتعامل بيها لاني مقيم، فما ينفعش تتعامل باللي هي الدوليه، فلازم اعمل مدرسه وبتاع. فمغاربه ممكن يحولوا رخصتهم عادي، رخصه المغرب او رخصه تونس، التونسيين برضو ممكن يبدلوا الرخصه التونسيه للرخصه الاوروبيه عادي، لكن مصر وكام دوله تانية كده ما ينفعش. اوكي طبعا على حسب الاتفاقيات تبع الدول، حاجات سياسيه كده عامه احنا مالناش فيها. اوكي او انا ماليش فيها، ما علينا ده مش موضوعنا النهارده، احنا عايزين نسمع الاغنيه دي. ما علينا، بس ان شاء الله يعني ممكن من بكره الناس هتبتدي بس لو حد هيبقى فاتح اصلا بدري، عشان بفتح الساعه 9 يعني بصور الساعه 9 الساعه 9 الساعه 8 على حسب. اوكي لو مفيش حد في البيت ممكن. اوكي دلوقتي الساعه 9 وشويه. اوكي ما علينا، 9 يعني عندكم هيبقى الساعه 10 و حاجه زي كده، فرق الساعه. ما علينا، خلينا نخش على طول على الفيديو، يلا ليتس جو. في عربي ثواني، انا هقعد هنا اهو كده، انا هغير. اوكي يعني هغير احطها هنا عشان ابقى قاعد مرتاح، فاهم اللي هو ابقى مستقنيس كده شويه. اوكي شيت الماوس هيبقى بعيد، ما خدتش بالي من الموضوع ده، نايم خالص تمام من امبارح. خلص الكلام في الوش اللقطه مش بخاف، الكيس في الشنطه وببلاش في البيت بنقطع الشباب، تلميذ الماده خش نام هتشيل بالقد اسالنا ناه، جاهزين للنقله فوق سحاب عايزين نتمتع بالحياه، بنخش نخلص الكلام في الوش اللقطه مش بخاف، الكيس في الشنطه وببلاش في البيت بنقطع الشباب، تلميذ الماده خش نام تي سموك البيزا تحفه، عايزين نتمتع بالحياه، بنخش نخلص الكلام في الوش اللقطه مش بخاف، الكيس في الشنطه وبلاش في البيف بنقطع الشباب، تلميذ الماده خش نام هتشيل بالقد اسالنا ناه، جاهزين للقلب عايزين نتمتع بالحياه، كله داير بماده واخرتها ما بتخلصش. رع ده انا عملت له قبل كده اوف كانت عجباني فشخ، هي دي الاغنيه الوحيده انا عايز ابدا اعمل رع جماعه، يعني اغاني رع. اوكي اغاني رع يعني انا حاسس ان هو اندر ريتد على فكره، يعني اندر ريتد فشخ، يعني انتوا تذكروا لي ناس تانية ما اعتقد رأى اصلا من ضمن الناس اللي ممكن اسمع لها كتير، يعني من كلمه اوف دي اللي عجباني يعني لحد النهارده فاكر اوف يعني الاغنيه بتاعته، وفاكر الطريقه بتاعته كانت عامله ازاي يعني مع اني سمعته مره. اوكي يعني سبحان الله في ناس كده عارفين اللي هي بتعلق في دماغك مهما كان، حتى لو مره جت كده فاهم، مره من مرات او راها كده بصراحه، يعني ابو الانوار انا احيانا بقعد اتلخبط في اسمه ببقى مش جاي معايا، فاللي هو ناس وناس هو انا كده غلطت في ابو الانوار؟ ما علينا انا ما اقصدش اغلط. اوكي انا ما بغلطش في ابو، ما علينا انا اقصد بدي مثال. اوكي بدي مثال لاسامي يعني فاهم، راها اللي هو على طول دك محبة عارفينها. انا لا ثواني انا افتكرت ليه، عشان كده واحد قال لي انت شبه رع
حاجه زي كده، حد قال لي شبه رع حاجه زي كده، وعملت سيرش وكنت عايز اعرف مين رع وبتاع. تقريبا انا عشان كده فاكر رع ممكن، بس الاغنيه انا فعلا فاكرها، انا فاكر الاغنيه. ما علينا، خلينا نكمل عشان الناس هتتفاجئ ترى. يا عم اخلص بقى، اصل انت عصبت حرقنها طول السنه نكسبها نقفلها، هنا الايد اللي سابقه غفلتك عامل حساب على الفكه في السكه، دي دماغ على دماغ مقسمه، ترازيني شغاله في امانه مشغله بفقدها، عندك عيبه تميمك في الجيب اتدكنت، نص طمنيه في العين اتحولت، شافت مسافه ملكيت بيتحرق على البنج اتسكنت، من بره اتسكتت من جوه سايكبت، بالعقل فتشك افتح لك الليم خدتها برشلت، عيبه تميمك في الجيب اتدكنت، نص طمنيه في العين اتحولت، شافت مسافه ملكيت بيتحرق على البنج اتسكنت، من بره اتسكتت من جوه سايكبت، بالعقل فتشك افتح لك الليم خدتها برشلت، كلتها اتعومت سبتها برشلت. ايوه كده دلوقتي في اللحظه، ايوه كده رجعنا، رجعنا لل 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 عارفين اللي هو اوكي، هو ده اللي انا عايزه. فما دورت موتت سرينا تحضر كله يمشي في العادل يبخر يصحى، ما كنا نتحبس رجعت لنفسي كان لقيت اثار صراع كل بدون مفاوضات، دخلت السين وجيم وطلعت صاد وما اهتمتش الناس الف اثار صراع كل بدون مفاوضات، دخلت السين وجيم وطلعت، دخلت السين وجيم وطلعت صاد، دخلت سين سؤال وجيم جواب، يعني دخل في سؤال وجواب صح، وطلعت صاد اللي هو ايه صافي، يقصد كده صافي اللي هو طلعت صاد فاهم، مش محتاج ان انا ولا سين ولا جيم انا صاد، ممكن يكون أصد ولا قصده ايه بالصاد دي، حلو فشخ صاد وما اهتمتش الناس الف اللي دول الرب. مش فاكر كان مين غنى وقال العرش، وحط بدل العرش قال له بدل الشين حط سين، او حط صاد قصدي، مش فاكر كان تقريبا احمد سانتا، كان حد في برضه حد كان من الفيديوهات القديمه فشخ، الحته دي كانت عجباني فشخ، شوفوا في حاجه انا فاكرها مسخره. من يومي وفي الراب على الراب ما بوقفش في الفواصل، ماليش في النكش ده لله في الله، بس ما برحمش وما ابقى جودن بفليب ابو عكس مداري، ماليش في النكش ده لله في الله، بس ما برحمش وما ابقى جودد. جودد يعني غضب صح، يبقى غاضب كده جودد، انا جودد دلوقتي يعني انا جودد، بس احنا ما نستعملهاش ليه يا عم، كلمه حلوه على فكره، الجودد اللي هو الجاحد مثلا جودد. ثواني يا عم انت بدات معنا اللي هو ايه مع نفسك كده، ممكن يبقى اسم تخيل تبقى جامد فشخ، اسمي بقى انا جودد بس بفليب ابو عكس ما دارت، ما اقولكش على اللي حاصل، خبطه تطيح المفاصل بس كان غير المقاصد، تتباصى برازيلي على خضره ترازيك وترازيني، تقولش اخويا صاحب زميلي تخلف طريقي بتشتريني، انا علي علينا وفي مالنا عايزين يخلوا منا شمالنا، تتمنى عايزين يخلوا منا شمالنا، منا شمالنا تخلف طريقي بتشتريني، انا علي علينا وفي مالنا عايزين يخلوا منا شمالنا، عايزين يخلوا منا شمال، اه سمعتها، عايزين يخلوا منا شمالنا تتمنى ان مدة في الجنة حاسب وقت وقال انا وصلت لما نخش نخلص الكلام في الوش اللقطة مش بخاف الكيس في الشنطة في حاجات بتبقى لوجيك مش محتاجة ان انا اصلا اشوف الليركس مكتوب ايه، وبرضو غبي فيها مش جماعة اوكي، انتوا عارفين انا غبي اوكي، انا غبي يعني مش محتاجين نتكلم ومش محتاجين ان انتوا انا عارف اوكي، انا عارف يعني محدش يكتب لي انت غبي اوكي، انا عارف وبالع الموضوع يعني عارف. ما علينا نكمل، وبلاش في البيف بنقطع الشباب، تلميذ المادة خش نام هتشيل بالقد اسألنا نام، جاهزين للنقلة فوق سحاب عايزين نتمتع بالحياة، ما نخش نخلص الكلام في الوش اللقطة مش بخاف الكيس في الشنطة، وبلاش في البيف بنقطع الشباب، تلميذ المادة خش نام هتشيل بالقد اسألنا نام، جاهزين للنقلة فوق سحاب عايزين نتمتع بالحياة، سكرب بق عند الديلر هنسبوت. بس ثواني، راع ده حد تاني يعني، انا اللي شايفه لا ممكن يكون تي سموك، تقريبا تي سموك، تي سموك ممكن يكون تي سموك، حاجه ستوك هتدينا لحد السوق عامل رد لما نجي لك تقلب بوت، شباب بتلوك اما الضياء مع فيسبوك لايت سيستم ساوند تشيك كده اليوم ما فيهوش غلطه، دمك واقف فاكس شكلك للتنويه جيب جلطه، جاكيت جلد لايك ماتريكس بايده وقف الطلقه، تجي لي الكوره اجيب هاتريك وارصصكوا على العارضه، ارقصكوا على الصنبه اربطكوا في الهنجر ويدو بانجو في الش مين ده؟ مين ده؟ ارقصكوا على مش الحته دي جامده فشخ على العارضه ارقصكوا على الصنبه والبيت
الوراه دي جامده فشخ. تجي لي الكوره اجيبها. هو هادي فشخ يعني، هو تحس ان هي خلاص الاغنيه فاهم اللي هي بقت هاديه، اللي هو قشطه يعني فاهم الفايب بتاعها اللي هو خلاص هادي فاهم، تحس ان كل حاجه بقت ماشيه عادي. وبعد كده مره واحده بوم الحته الجايه دي جامده. تريك ورا الساسكو على العارضه، ارصفكوا على الصنبا، اربطكوا في الهنجر، ويدو بانجو في الشنطه، اقطعكوا على الشرطه، افكركوا باللقطه، ركبوا قاعده بتخفى. انا في العادي ما بحبش برضو النظام اللي هو الزعيق ده، بس الطريقه جامده فشخ فاهم، ممكن عشان هادي. وبعد كده مره واحده بوف، مره واحده فاهم، في داخله بنت بكام اقطعكوا على الشرطه، اربطكوا في الهنجر، تريك ورا الساسكو، البيت اللي ورا جامد فشخ، ارقصكوا على الصنبا، اربطكوا في الهنجر، ويدو بانجو في الشنطه، اقطعكوا على الشرطه، افكركم باللقطه، ركبوا قاعده بتخفى. جامده فشخ، جامده فشخ، اللي وراه دي جامده فشخ، جامده فشخ. الحته دي دي احلى حته في الاغنيه كلها بصراحه. البيت الاولاني كان جامد فشخ، بس الحته دي جامده فشخ. اللي وراه دي جامده فشخ. باتريكس بايده وقف الطلقه، تجي لي الكوره. انا في حاجات صغيره كده بتبقى بتشدني، حاجات صغيره في البيت بالذات فاهم، ممكن تحليل الاغنيه كلها فاهم، او تحليل لي حتت معينه كده اللي هو احس ان الاغنيه جامده فشخ. بجيب هاتريك ورصصكوا على العارضه، ارقصكوا على الصنبا، اربطكوا في الهنجر، ويدو بانجو في الشنطه، اقطعكوا على الشرطه، افكركوا باللقطه، ركبوا قاعده بتخفى، اخد ليلو وسقط قدام زمايله بنصبا. عند الديلر هنسبط حاجه ستوب، هتدينا لحد الصبح، عامل روب لما نجيلك تقلب بط، شباب بتلوك اما الضياء مع فيسبوك، بنخش نخلص الكلام في الوش اللقطة مش بخاف، الكيس في الشنطة وببلاش، في البيف بنقطع الشباب، تلميذ المادة خش نام، هتشيل بالقد اسألنا في البيف بنقطع الشباب. هو تقريبا كان ذكر في البيف بتاع ابو الانوار لما بيقول له تذكرش سانتا عشان مش عارف على عفروتو. بس انا من رأيي بصراحة بخصوص البيف اللي بيحصل ده، بالنسبة ان احمد سانتا وابي يوسف وابو الانوار، ولو هنبص الناحية التانية عفروتو ومروان موسى والجوكر، الجوكر هو اللي يبقى يعني هو اللي عامل الكفة يعني متقل الكفة بتاعت مروان موسى. على فكرة بعشق مروان موسى، محدش يعرفه، اوكي انا بحب مروان موسى، فالكلام ده من واحد بيحب مروان موسى، اوكي عشان واحد بيقول لي انت ليه فان بوي، بس هو كان بيهزر اوكي، عشان انا كنت بتكلم في نقط كده معينة اوكي. بس اللي هو انا من رايي انا شايف ان احمد سانتا وتحس ان هم ايه الليفل بتاعهم يعني شايلين بعض فاهم. الجوكر تحس ان هو في الجنب التاني، مع ان انا عارف ان مروان موسى البيف اللي كان ديستراك اللي هو عامله جامد فشخ وكل حاجه، ما عنديش اي اعتراض، وانا بصراحه عاجبني الطريقه بتاعته اللي عمل بيها الديسات حلوه فشخ اوكي، طريقه مختلفه جميله فشخ اوكي. بس اقصد على الناس اللي هي اصلا تحس ان هي بتطلع منها راب فاهم، اللي هو الستايل اولد سكول فاهم، اولد سكول واللي هم معاصرين مع دلوقتي اللي هو نيو سكول فاهم، تحس ان هم معاصرين معاه. بس مش هعرف افسر اكتر من كده، بس اللي هو بحس ان هم لان الاولد سكول تقدر تعمل بيه ديسات فاهم، هيتحس فاهم، تحس بالاهانه للشخص التاني فاهم، ان ده ديستراك. اولد سكول تحس ان هو في ديس بتاعه بيبقى ابن حرام فاهم، لكن الناس اللي هي بتبقى جديده او داخله جديد في الراب مروان موسى كده مثلا، او اليوم في السيكا في الشعبي زي مثلا عفروتو، تحس ان الراب بيعتبر بتاعهم يعني بالنسبه للكفتين هو الجوكر هو اللي منتقل كفه مروان موسى وعفروتو. اوكي انا عارف ان عفروتو ما دخلش في البيف ومش هيخش، انا اتمنى ان هو ما يخشش بصراحه، واتمنى ان اصلا الموضوع يكون مات. بس فاهمين انا بتكلم في ايه، ان انا سامع دلوقتي احمد سانتا يعني لو دخل اصلا في بيف شكرا، يعني لو دخل قصاد عفروتو تقريبا هيبقى الموضوع خلاص مات فاهم. بالنسبه لعفروتو هيكون شكرا، احنا عارفين عفروتو، عفروتو حلو وكل حاجه، انا بحب عفروتو برضو، ما عنديش اي مشكله معاه، بس لو في البيف هيبقى الموضوع تقيل شويه يبقى فاهم. ما عليه خلينا نكمل. بلاش في البيف بنقطع الشباب، تلميذ المادة خش نام، هتشيل بالقد اسألنا ناك، جاهزين للنقلة فوق سحاب، عايزين نتمتع بالحياة، بنخش نخلص الكلام. انا فكرت في لا مع احمد سانتا، عارف لو كان في البيت بقى لا راح حاططها له تاني فاهم، في الوش النقطة مش بخاف، عشان كده عملت كده. في الشنطة وبلاش في البيف بنقطع الشباب، تلميذ المادة خش
نام هتشيل بالقطة سألنا جاهزين للنقلة فوق صحاب عايزين نتمتع بالحياة عايزين نتمتع بالحياة شكرا تي سموك شكرا فشخ على الحته الاخيره دي والحته برضو لا دي جامده فشخ بقوا في الهنجر ويدو بقوا في الشنطه اقطعكوا على الشنطه اوكي تقريبا انا مش فاكر مين اللي كان كتبها لي والله ما فاكر مين كان حد كتبها لي امبارح واول امبارح وطبعا كنت هعملها امبارح بس طبعا عشان عملت كنت عايز اعمل الديستريك بتاع احمد ابو الانوار لسه كنت بقول لكم ابو الانوار الاسم بتاعه مش ما بيجيش معايا بسرعه مع ان نور في نور في كل حته يعني فاهم المفروض يبقى الاسم بتاعه على طول بس سبحان الله ما بيجيش معايا على طول ما علينا انا المفروض اقول عليه محمد اصلا يعني محمد هيبقى اسهل لي فاهم محمد نور محمد بس ممكن يبقى فيه كتير ما علينا كنت هقول ايه طبعا انتوا زي ما انا قلت الحته اللي هي اللي عجباني دي هي فعلا عجباني فشخ اوكي الحته دي جامده فشخ طبعا تي سموك اول مره اسمع له اوكي رع دي تاني اغنيه رع اوكي طبعا اغنيه اوف انا مش عارف اذا كان هو ولا في حد تاني اسمه رع مش عارف تقريبا تاني حاجه انا عايز اقولها احمد سانتا هو انا مش عامل له سبسكرايب وات ذا فريك 22,000 بس لايكس برو يعني الحاجات دي اوكي هي الاغنيه دي نازله 2021 6 فبراير اوكي اغنيه جديده طب كويس عشان كده برضو بس اوكي ما علينا ده كان رياكت يا رب يكون رياكت عجبكم انا بس عايز اقفل عشان انا اكيد طولت عليكم اوكي عشان برضو في حاجات تانية جامدة فشخ النهاردة هتكون موجودة اوكي في 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 تقريبا هي هتنزل قبل الفيديو ده تقريبا اوكي بس انا سمعت منهم حتت فاللي هو انا مستعجل اصلا عايز اسمعهم بسرعة بأي طريقة اوكي ما علينا بس النهاردة اليوم جامد فشخ يعني في اغاني النهاردة جامدين فشخ اوكي اليوم النهاردة هيبقى جامد فشخ اوكي ما علينا خلينا نقفل على كده ويلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ويلا تشوس